بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وإخلاصا كاملا يا أرحم الراحمين. وبعد، ثم نأتي إلى الفصل السادس. الفصل السادس: يوسف أصبح عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض. وجاءت السبع سنوات المخصبة، واستغلها يوسف أحسن استغلال، وملأ مخازن الطعام بطعام مدخر، جعل يعطيه للناس من غير إسراف ولا تقتير، على قدر الحاجة. فاستطاع عندما جاءت السبع العجاف أن يوفر، ليس لأهل مصر، أن يوفر لأهل مصر ومن حولها من البلاد، بدليل أن إخوته لما جاءوا من فلسطين يطلبون الطعام. وصلت آثار السنوات العجاف إلى بلاد الشام، لم يعد عندهم طعام، جاءوا إلى مصر ليستجدوا الطعام، يدفع مقابله البضاعة التي تكون في الشام ولا تكون متوفرة كثيرا في مصر. وسبحان من خلق هذا الكون ليتكامل مع بعضه البعض، مع بعضه البعض. يأتون بجلود مدبوغة، يأتون بزيوت من زيوت أهل الشام. المهم، الفصل السادس هو لقاؤه بإخوته في السنوات الشداد. هذا لم يذكر نصا في القرآن، وهذه المدة تجاوزها القرآن في هذه القصة. وجاء إخوة يوسف، يعني لما دخلت السنوات العجاف واحتاج الناس إلى الطعام فلم يجدوه إلا في خزائن يوسف. لا يوجد بلد فقير، ولكن يوجد بلد فيه إدارة فاسدة أو إدارة ناجحة أمينة. يوسف عندما قال اجعلني على خزائن الأرض قال إني حفيظ عليم، ما قال إني نبي ابن نبي. الوظيفة تطلب بالمؤهلات وليس بالنسب والجمال. ما قال انظر إلي ألست أجمل أهل الأرض اجعلني على لا لا لا، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفي سورة القصص: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي. الله أكبر. إذن قوة، أمانة، حفظ، والحفظ هي نفس الأمانة، علم. والله هنا يوضع المكان المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب، تزدهر البلاد. أما محسوبيات، فساد، واسطات، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا ما تضيعها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، والساعة لا تأتي إلا إذا خربت الأرض. يعني إذا وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب خربت الأرض فاقتربت الساعة. الآن ننظر حولنا، ماذا نرى؟ خراب أم عمران؟ كلنا نقول بلادنا بلاد الخيرات، فيها كل شيء، ونحن عايشين فقراء، معناتها الإدارة كيف؟ مصر التي لا يوجد فيها ما يوجد في السودان، علماً أننا عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن وادي النيل كاملاً في ذلك الوقت، يعني مصر والسودان. وبحسن إدارة تغلبوا على سبع سنوات عجاف وأكلوا وأطعموا من حولهم. عرفنا الإدارة كيف؟ إيه، اللهم ولي علينا الأخيار. المهم، التقى يوسف بإخوته ثلاث مرات. في المرة الأولى عرفهم وهم له منكرون، أخبروه عن أخ لهم من أبيهم لم يأتوا به معهم، يريدون له حمل بعير من الطعام، وهذا المخصص السنوي لكل فرد، فأعطاهم يوسف، لكن اشترط عليهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم لأنتم حدثتموني عنه. هن اجوا 11، هن اجوا 10، لكنهم طلبوا 12 حصة، 13 حصة، حصة إضافية للأب والأم. طبعا كل عائلة فيها أب وأم، خذوا. لكن عندنا أخ لم نأتي به لأن أبونا حريص على وجودي معه، هذه لا أصدقها. مرة ثانية تأتوني به. فعلا بدأوا يقنعون أباهم، ورد لهم البضاعة التي أتوا بها، وهو يعلم أن يعقوب نبي، لا يمكن أن يأكل طعاماً بدون أن يدفع ثمنه، فرد له الثمن، وعلم أن يعقوب سيرسل معه الأخ. وفعلاً جاءوا مع أخيهم بعد أن آتوا أباهم موثقاً من الله ليأتن
لتأتنني به. طيب، وفعل مكيدة يوسف ووضع السقاية في رحل أخيه، شكل سرقة لكن هي ما سرقة، الحقيقة ما في سرقة، هي تمثيلية سرقة. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وبدأ بأوعيتهم قبل وعائي ثم استخرجها من وعاء أخي. شفتوا وعاءنا اللي نبحث عنه كان موجود ها هنا. طبعا قبل أن يستخرجه قال لهم ما حكمه إن كان السارق منكم؟ قالوا الحكم عندنا نحن أبناء يعقوب أن من سرق يصبح عبدا للمسروق منه. هذا الذي يريده يوسف، لأن حكم السارق في شريعة الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أن يقتل فورا في المجاعة. يوسف لا يريد أن يقتل أخاه لكن يريد أن يبقيه عنده، لذلك حكمهم قال أنا أرضى بحكمكم، السارق إذا كان منكم كيف تعاقبونه؟ قال يصبح ملك للمسروق منه. فاستخرجها من معاي أخي، معناته هذا عبد عندي، تعال يلا الله معكم امشوا. وكذلك كدنا ليوسف وقلنا أن الكيد والمكر هو تدبير خفي يكون في الخير ويكون في الشر، إنهم يكيدون كيدا في الشر وأكيد كيدا طبعا في الخير. وما يحيق المكر السيء إلا بأهله، طالما في مكر سيء معناته في مكر حسن. نعم، وعادوا إلى أبيهم في شر حال، أخوهم الكبير رفض أن يعود، وتفاقم حزن يعقوب واتهم أبناءه للمرة الثانية بل سولت لكم أنفسكم أمرا، نفس ما قال لهم عندما جاءوا على قميصه بدم كذب، وأوقعهم في حرج شديد. ثم طلب منهم يعقوب لشدة حزنه على يوسف اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. الله يرضى عليكم ونرجعوا. لم ييأس يعقوب من أن يجد يوسف، بعض الروايات تقول المدة 40 سنة، بعض الروايات تقول 20 سنة، 20 سنة ولم يمأس. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي. الله يرضى عليكم، عسى أن تجدوا بلاد واسعة مثل مصر عم يبحثوا عن شخصين، والأول شخص بنيامين معروف أنه في قصر الملك عبدا لأنه سرق بين قوسين، لكن يوسف من 20-40 سنة وين نلقى؟ ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه العبارة نقطة النظام هنا، المؤمن لا ييأس مهما طال أمد البلاء، أمد المرض، أمد القهر، أمد الذل، لا ييأس. نحن موعودين يا إخوتي أن نفتح فلسطين ونقاتل اليهود ونهزمهم، الآن نحن في أشد حالات ضعفنا واليهود في أوج قوتهم. الذي يتزلزل إيمانه بوعد الله هذا إيمانه ناقص. والله ستفتح وسنستردها وننتصر على اليهود، نحن أو أبنائنا أو أحفادنا، لكن وعدا غير مكذوب. ما تقول اليهود الآن في أوجهم يتحكمون بأمريكا بروسيا، يا أخي لا تقل لي إن ينصركم الله نقطة فلا غالب لكم، انتهى الموضوع. والله لو كان الجن والإنس مش بس الروس والأمريكان والصين والأرض كلها، مع الجن برضو، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني لا تحدثني عن قوة أعدائكم، حدثني أنكم تستحقون النصر من الله، فإذا استحققتم النصر فلا غالب. لذلك نحن عملنا اليوم أن نبحث كيف نستحق النصر، وكان حقا علينا نصره. أين المؤمنين سيأتي النصر؟ بعض الخطباء مشكورين يقولون يا رب أنجز لنا وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني ربنا نسيان عم نذكره نحن؟ عم بسأل جاوبوا. وما كان ربك نسيا، يعني ربنا أخلف وعده، عم نقول له يا رب وعدك وعدك. لذلك أحد مشايخنا كان يقول يا ابني هذا الدعاء غلط، الدعاء الصح اللهم اجعلنا مؤمنين لنستحق نصرك للمؤمنين. السؤال الآن أين المؤمنين؟ أين المؤمنون؟ إذا كانوا في عدد معين والله سيأتي النصر، أما إذا كانوا المؤمنون قلة، مع أنهم يجب أن يكونوا كثرة، الآن عدد المسلمين لا إله إلا الله 1700 مليون، 1,700,000,000، نسبة المؤمنين منهم المؤمنين كم؟
أنا لا أريد ولا أريدكم أن تبحثوا، لكن طالما ما في نصر معناته ما في مؤمنين، لأن وكان حقا علينا، إن الله يدافع عن الذين ما قال أسلموا. طيب الله ما عم يدافع عنا الآن، عم ناكل ذل وقتل من هالأمة وهالأمة وهالأمة بدون مسميات، معناته القرآن غلط؟ حاشا، لكن أين المؤمنون؟ إن الله يدافع. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الوعود الإلهية في القرآن الكريم لا يمكن أن تتخلف، ونردد هنا مع بعض علمائنا وأساتذتنا عندما كان يقول: لزوال الدنيا بل لزوال الكون أهون عند الله أن يخلف وعده أو وعيده أو أن يخلف وعده. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، فإذا وعد فالوعد منجز ولو بعد حين. لكن الله لا يعجل لعجلة العباد، وميزان الله أدق من ميزان العباد. وأنا عندما أقول لابد من وجود المؤمنين حتى يأتي النصر، أنا قلت ذلك تلميحا وتصريحا وأكرر، أنا لا أعني أن الموجودين الآن كفار، حاشا، نحن لسنا تكفيريين ولسنا خوارج، لم نكن ولسنا ولن نكون إن شاء الله، لكن أقول أن الله لما ربط وعده بالإيمان عندنا نقص في الإيمان. هناك إسلام؟ نعم هناك إسلام، لكن لو كان الإيمان في مستوياته العالية ويمثل أغلبية المنتسبين إلى لا إله إلا الله، النصر سيأتي. ولا يشترط أن نكون في الأمة كلها مؤمنين بالحد الأعلى، حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقين لكنهم كانوا قلة، وكذلك العكس صحيح، قالوا يا رسول الله، أو قلت السيدة أم المؤمنين أم سلمة، ويروى عن جويرية بنت الحارث، ويروى عن زينب بن جحش رضي الله عنهن جميعا، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إذا كسر، نعم إذا كسر الخبث، يعني البلاد التي أهلكها الله من بلاد المسلمين ونراها اليوم، ألا يوجد فيهم صالحون؟ حاشا يوجد، لكن المشكلة أن الخبث أكثر من الصلاح، فعم الهلاك الجميع. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وكذلك ننتصر وفينا منافقون؟ نعم إذا كثر المؤمنون. لكن إذا كان المؤمنون قلة، من أين يأتي النصر؟ ولنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة. في معركة أحد جيش رسول الله كلهم مؤمنين، في شك؟ لأن المنافقين أصلاً انسحبوا قبل المعركة، 300 رجل انسحبوا، ثبت 700 من المؤمنين، قائدهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تحول النصر إلى هزيمة بمخالفة من البعض. حتى إذا فشلتم، حتى إذا تنازعتم في الأمر وفشلتم وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الذين عصوا 40 من أصل 50 من الرماة، 40 من أصل 50، لكن مكان حساس جداً، عادت الهزيمة على الجميع، و70 شهيد دفعنا ثمن ذلك. الآن كم منا من الذين يقعون في فشلتم وتنازعتم وعصيتم ومنكم من يريد الدنيا؟ أين يأتي النصر؟ هناك خيرة أهل الأرض بقيادة خير أهل الأرض والسماء، وتمت الهزيمة بعد النصر، انقلب النصر إلى هزيمة، لأن الله قال بعد ما أراكم ما تحبون في بداية المعركة النصر لهم، حتى بدأ المشركون بالانسحاب، لكن حدث الفشل والتنازع والعصيان
وتفضيل الدنيا على الآخرة من قبل 40 انعكس النصر إلى هزيمة. الآن لا يقودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فينا، وهو أحد موانع العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب، وعندنا الكثير من الفشل والعصيان والتنازع وتفضيل الدنيا على الآخرة، أين يأتي النصر؟ لابد من العمل ليزداد الإيمان في كل قلب ويزداد عدد المؤمنين فيصبحون هم الأغلبية. النصر قادم قادم قادم، لا نشك فيه، لكن علينا جميعا أن نعمل لإيجاد المؤمنين وتكثير عددهم بالدعوة إلى الله عز وجل، كما قال المتحدث جزاه الله خيرا. أما كل مؤمن صالح في نفسه لكن لا يصلح غيره، متى يكثر عدد المؤمنين؟ سيدنا أبو بكر الصديق من أول يوم أسلم، في اليوم الثاني جاء بخمسة قد أسلموا على يديه، في اليوم الثالث جاء بأربعة، العشرة المبشرين بالجنة تقريبا كلهم على يد سيدنا أبو بكر واحد. خلال يومين جاب 10 أو 9 أبطال، مش رجال، من أبطال الرجال. وهكذا كانوا، بدأ الإسلام برسول الله وحده صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر الآن 1700 مليون. لكن كم نسبة المؤمنين؟ هنا النقطة. لذلك يا إخوتي هذا الكلام لابد أن نقف عنده كثيرا، وهذا من جملة العبر في الفصل السادس من فصول قصة سيدنا يوسف، وهو الفصل الأخير. وهنا سيدنا يوسف عليه السلام لما فعل المكيدة بإخوته، هناك عظة الآن، هنا أنك كمؤمن لك الحق والخيار في أمرين، وممنوع عليك الثالث. من اعتدى عليك، من ظلمك، من أساء إليك، أنت في الخيار بين أمرين، إما أن تعاقبه بمثل ما عوقبت به، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. أرجوكم دققوا على كلمة بمثل، يعني إن لم يغلب على ظنك أنك ستماثل إذن لا تعاقب، لأنك ستقع في الظلم. إنسان ضربك، نحن نقول بغض، أنتم تقولوا بنية، هذا البغض أو البنية لها قوة، صح؟ أنت عندما ضربك قست هذه القوة بميزان حساس؟ كان بعض الملاكمين يقول وزن بنيته 250 كيلو. طيب إذا أردت أن تديه بنية زي بنيتك، أم أديته بنية أكثر، كنت مظلوما أصبحت ظالما. ربنا اشترط بمثلي. لذلك قال العلماء المدققون كأن الله يقول لك لا تعاقب ولا تعتدي بمثل ما اعتدي عليك، لأنك نادر ما تستطيع التماثل، فإذا زدت أصبحت ظالما بعد أن كنت. الآن أحدنا يقول له صاحبه مثلا أنا أتكلم عما أعرف فيما عشت فيه، يقول له مثلا سامحوني يا حمار، بيقول له أنت 60 حمار، هي بمثلي. لك يا أخي قال لك حمار مرة واحدة، أنت قلت له 60 حمار، زدت عليه 59 مرة. بعض الأمثال، يلي برشني بالمي برشه بالنار، لك ظلم هذا؟ أنت مخير بين العقوبة بالمثل أو الصفح والعفو، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي. أما الثالث وهو الظلم، ضربك ضربة ضربته ضربتين، هذا ممنوع. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا. إذا نحن مخيرين كمؤمنين بين الرد بالمثل، وأكدوا على المثلية هنا، وبين العفو، أما الظلم لا. لذلك سيدنا يوسف وهو النبي الكريم رد على كيد إخوته بكيد مماثل، بتمثيلية السرقة، وجعل السقاية في رحل أخيه ليذيقهم بعض ما أذاقوه.
هم بالمكيدة التي كادوه بها جعلوه في البئر وبيع عبدا وفقد أهله وابتعد عنهم وسجن 7 سنين كله بسبب القصة الأولى. هو رد عليهم بمكيدة أقل بقليل بكثير. هذا هو انتقام الكريم، ينتقم لكن لا يستقصي. وقديما قالت العرب ما استقصى كريم قط. ما معنى ما استقصى كريم قط؟ يعني سبني 3 مسبات فإن سببته سببته واحدة والاثنين عفو. هذا عدم الاستقصاء. عملت أخي فأصبح لي عنده مثلا 1,500,000، أقول له 5,000 دي ما دايرة عفو. أما إذا قلت له 5,000 قبل المليار هذا كرام، هذا استقصاء تام. والندالة أن تأخذ زيادة. هلأ الكرم أن تحط شيئا منه، العدل تأخذه كما هو، لكن الكرام لا يفعلون ذلك. الندالة أن تأخذ زيادة هذا ربا. لذلك قال الله عن نبيه فعرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني السيدة التي أفشت سر رسول الله أفشته بأكثر من موقع أو موقف، واجهها بموقف واحد، عرف بعضه أي واجهها وأعرض عن بعض. ما استقصى كريم قط. هل نحن كرام في التعامل مع بعضنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. الجبار العنيد عندما يبطش كقوم ثمود وإذا بطشتم بطشتم جبارين. طيب سيدنا يوسف أصبح الأمر بيده ويستطيع أن يبطش جبارا لكنه لم يفعل لأنه كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. فكادهم بمكيدة أفقدتهم أخ لهم، لكن ما أفقدتهم الأخ في البئر أصبح الأخ في القصر. هذا مثل هذا. وعادوا إلى أبيهم لكنهم محرجين وخجلين جدا من أبيهم، لدرجة أن الكبير رفض أن يعود، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، والله أنا خجل شديد من أبي، أفقدناه يوسف والآن كنا السبب ولو غير مباشر بفقد بنيامين. عادوا إلى يعقوب ويعقوب بقي على يقينه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وجاءت بعد ذلك المرة الثالثة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ذهبوا ودخلوا للمرة الثالثة على يوسف. يا أيها العزيز، الآن دخلوا بمنتهى الإحراج بمنتهى الافتقار والتواضع بل والذل. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوف لنا الكيل، أعطنا بضاعة وكأن مقابلها بضاعة ممتازة مع أنه بضاعة نخب تاني. أوف لنا الكيل وتصدق علينا أي أرجع لنا الأخ الذي أخذته منا، إن الله يجزي المتصدقين. لم يستطع يوسف إلا أن يرق قلبه لحال إخوته فكشف هويته وأعلمهم بأنه يوسف، فذلوا واعتذروا، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هم طلبوا العفو ما طلبوا المغفرة، هو عفى عنهم واستغفر لهم الله، هذا هو الكريم. ثم قال ارجعوا وأتوني بأهلكم أجمعين، واجتمعوا وخروا له سجدا وتحققت الرؤيا على أرض الواقع بعد مدة طويلة، قيل 20 وقيل 40 وقيل 40 عاما. وانتهت القصة بدعاء من سيدنا يوسف، ربي قد آتيتني من الملك. شوف كيف التواضع، من الملك مع أن الملك بيده، من وعلمتني من تأويل الأحاديث مع أنه أبرع من أول الأحاديث في زمانه وقبل وبعد ربما يوسف، من تأويل الأحاديث. شوف التواضع. أم تقول أعلم أهل الأرض أنا؟ سيدنا آدم ما قالها، الذي علمه الله الأسماء كلها ما قال أنا أعلم الأرض. ولما قالها سيدنا موسى عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال إن في مجمع البحرين عبد لنا هو أعلم منك يا موسى فاذهب إليه. ورسول الله أمر أن يقول وقل ربي
زدني علما. لذلك شوف سيدنا يوسف من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض منصوبة على النداء، أي يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.